مرحبا بكم. البداية بالنادي الافريقي، واليوم منتظر اجتماع مع المدرب فوزي البنزرتي وهيئة النادي الافريقي لتفعيل الاتفاق اللي حصل البارح في الليل، وبعد الاجتماع هذا اللي باش يكون بين الزوز اطراف. من المنتظر كونه فوزي البنزرتي يشرع في مهامه في تدريب النادي الافريقي، باش يكون معاه لطفي الرويسي كمدرب مساعد، واللي كان قبل خدم مع فوزي البنزرتي وقت اللي درب النادي الافريقي خدم معاه كمدرب مساعد. اليوم مع 5:30 يكون الموعد مع المقابلة الثالثة مواجهة الجولة السابعة من البلاي أوف الكلاسيكو في رادس بين الترجي المتصدر ب 14 نقطة والنجم الساحلي في المركز الخامس ب 8 نقاط، الحكم حسام بولعريس وفي الفار جلال السحبي. في البلاي أوت الجولة العاشرة دفع الثاني، ثلاثة مباريات انطلقوا بداية من ماضي ثلاثة، مستقبل مرسى نجم المتلاوي الحكم أمير لوسيف، اتحاد بنقردان للبنزرتي الحكم مجدي بلاغة، الأولمبي البيجي اتحاد طويل الحكم الصادق السلمي، ونذكر قوف القفصة كان فاز 1-0 على مستقبل سيمين ماش تلعب نهار الجمعة. بالنسبة للترتيب نعود نذكر به النادي البنزرتي في الصدارة ب 21 نقطة، الأولمبي البيجي واتحاد طويل مركز ثاني 18 نقطة، قوف القفصة الرابع ب 16 نقطة، مركز خامس فيه المتلاوي واتحاد بنقردان 15 نقطة، ومركز أخير فيه المستقبل مرسى ومستقبل سليمان عندهم 9 نقاط. في الرابطة الثانية الجولة 22 المجموعة الأولى بالبرنامج، شبيبة العمران نادي حمدلف، مستقبل دليل يواجه جذوبة رياضية النادي القربي نجم الراتسي، هلال المساكن جمعية أريانا، شبيبة القروان يستقبل أمل حمام سوسة. في المجموعة الثانية هلال الشابة ونادي محيط قرقنة، أمل جربة أولمبيك سيدي بوزيد، الماتشات ينطلقوا ماضي ثلاثة. في الهوند مع الرابعة في قاعة المهدية المكارم يستقبل الترجي الرياضي التونسي في ذهاب نصف نهائي البطولة، والبارح في نصف النهائي الأول مباراة الذهاب تمكن النجم النادي الإفريقي من الفوز على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 27-36. في كأس الكاف الليلة مع الثمانية تلعب مباراة الدور النهائي، ماتش الذهاب اللي تلعب في المغرب نهضة بركان يستقبل الزمالك المصري. في انجلترا مع 4:30 مانشستر يونايتد ارسنال، في اسبانيا مع 3:15 اتلتيكو مدريد سيلتا فيغو، في ايطاليا 5 اليوفي سالنريتانا، مع 8:15 اتلانتا تواجه روما، في المانيا 4:30 البايرن تواجه فولسبورغ، وفي فرنسا مع 8 بي اس جي تلعب ضد تولوز. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، التقاء على السيت موزايكا فام فونات.